الآية الثانية قال تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. الكفار زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستهزئوا بالمسلمين، وأيهم أحق بالاستهزاء؟ اليهود كانوا يستهزئوا بالمسلمين، أيهم أحق بالاستهزاء، الذين سلموا من العقوبات أو الذين حلت بهم العقوبات من اللعن والمسخ والغضب؟ وكان اليهود زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن منهم من مسخ قردة وخنازير. هل القردة والخنازير الموجودة الآن بقية أولئك؟ لا، قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح، في صحيح مسلم، أن كل أمة مسخت لا يبقى لها نسل، يعني ما تتكاثر. هل القردة والخنازير كانت موجودة قبل؟ نعم. لماذا مسخوا قردة وخنازير؟ ليس لنا إلا نقول آمنا وصدقنا وسلمنا. وقال بعض العلماء رحمهم الله أن الجزاء من جنس العمل، فعندما تحايلوا على الشرع وقال لهم الله سبحانه وتعالى: قولوا حطة، يعني اغفر لنا خطايانا، حط عنا يعني اغفر لنا خطايانا، قالوا حنطة، ادخلوا الباب سجدا، دخلوا يزحفون، حرم الله عليهم الشحوم، جمعوها وذابوها وأكلوا أثمانها، حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، وضعوا الشباك يوم الجمعة وأخذوا الأسماك يوم الأحد. قال لهم الله: كونوا قردة، قرد أقرب ما يكون إلى الإنسان، لكن لا يشك مسلم أن أول خلق الإنسان آدم، وآدم من تراب. ويقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: الذي يريد أن يكون أصل قرد يجعل أصل قرد ويمشي عنا، نحن ما نريد يكون أصلنا مثل هذا، هو يريد أصل قرد، هو حر، كلكم لآدم وآدم من تراب عليه السلام. وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. إذا كان في الأمم السابقة من يعبد الطاغوت وأنا سنتبعهم كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، إذا لابد يقع هذا في الأمة، وقد وقع، وقال عليه الصلاة والسلام: حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين ويعبد فئام من أمة الأوثان. نعم. إذن هذه الآيات فيها تحذير أن نسلك ما كان عليه هؤلاء اليهود والنصارى، وكل ما ذم به اليهود والنصارى في القرآن فهو ذم لنا. الآية الثالثة قال تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يعني قال من لهم الرأي والمشورة في هذا الزمن أن هؤلاء لابد أن يبنى عليهم مسجد. سبحان الله، بدل أن يعبد الله ونلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى وفتية، آمنوا بربهم ونلتجئ إلى الله وندعو الله سبحانه وتعالى، حصل من هؤلاء قال الذين غلبوا على أمرهم، يعني الذين لهم الرأي والمشورة، أنهم يبنوا على قبور هؤلاء مساجد. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. لا يعلم قبر نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وحماه الله سبحانه وتعالى أن يعبد من دون الله. نعم. قال تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق
ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. السحر أكبر بوابة لدعوة الناس للشرك بالله، لأن الساحر يكفر كفر أكبر، والساحر يعبد الشيطان، والساحر يريد يرتقي مرتبة عند الشيطان بتعبيد الناس لهذا الشيطان. والسحر في العصر الحاضر الآن أسهل من شرب الماء، في القديم الوصول إلى الساحر أمر صعب جدا، لكن الآن الوصول إلى السحر والسحرة والكهان والمشعوذين ومدعي علم الغيب والأشياء المفقودة وما إلى ذلك أسهل من شرب الماء، ضغطة زر واحدة. ولا تظن أن إتيان الكاهن فقط بالمجالسة، لا، لو تفتح القناة، قناة تلفزيونية أو قناة انترنت أو تفتح مواقع هؤلاء، هذا إتيان، إتيان لهؤلاء، ترسل رسالة. وبدأوا الآن يروج لهذه الأشياء، بل يكتب البعض، يكتب هذا على الموقع، تجد هذا حتى في اليوتيوب مكتوب كاهن عراف منجم، يعني كافر كفر أكبر، يريد يشارك الله سبحانه وتعالى في علم الغيب، ومع هذا من يدخل على هذه المواقع ويصدق ويسمع. الذي يفتح الموقع هذا لا تقبل له صلاة 40 يوم. شراء الجرائد والمجلات اللي فيها أبراج، برج الحوت وبرج الجدي وبرج الأسد وبرج العقرب، الجرائد والمجلات، يقول الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله، يقول شراء المجلة محرم، لو نظر في الأبراج لا تقبل له صلاة 40 يوم، صدق كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ممكن لا تصدق اليوم، تقرأ أنه يحدث لك بعد أسبوع حادث وتربح مال أو تخسر أو يموت لك قريب أو تسمع خبر سعيد وخبر تعيس، كل الناس على هذا. لكن ممكن تسمع اليوم وبعض الناس يقول تتسلى بالتوحيد والشرك وتصدق هؤلاء في علم الغيب. إذن السحر أكبر بوابة لدعوة الناس للشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذه الآية يقول بعض العلماء أن فيها كفر الساحر كفر أكبر من 6 أو 7 أوجه. وحد الساحر ضرب بالسيف، لكن لا يقيم الحدود إلا السلطان أو من يوليه السلطان. والساحر تاب أو لم يتب يقام عليه الحد، وتوبة علمه عند الله سبحانه وتعالى. كيف نعرف الساحر؟ بأمور كثيرة، منها أن يخالف شروط الرقية. الرقية عندنا رقية شرعية ورقية شركية. الرقية الشرعية أن تكون الرقية من القرآن أو السنة أو بأسماء الله وصفاته إذا كانت من الدعاء، أن تكون الرقية بكلام معلوم مفهوم مسموع وباللغة العربية. لا يوجد عندنا رقية باللغة الروسية، باللغة الهندية، باللغة البنغالية. الثالث أن يعتقد أنها سبب، اختل شرط من شروط الرقية تنتقل من شرعية إلى شركية. فمن علامات الساحر يتمتم، يتكلم بكلام غير مفهوم، يأتي بأسماء جن وشياطين يجعلك تعتقد فيه أنه مؤثر بذاته، يقول أنا غير مسؤول عنك بعد 3 ساعات وأنا كذا وكذا، يأمر المريض بمخالفة الشرع، يسأل عن اسم الأم، يدعي الصرف والعطف، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، العقد مع النفث ومن شر نفاثاته في العقد، النظر في النجوم واعتقاد أن النجوم لها علاقة بالحوادث الأرضية وغير هذا. على اعتبار لو وقع السحر، الأصل أن الإنسان لا يوسوس، وهذه الأشياء اللي تسمعها اليوم عند بعض الناس ويقول لك اقرأ هذه الآية 10 مرات، إذا عينك اليمين رمشت يعني فيك كذا. أنا لا أقول لك، أنا أضرب لكم مثل، كذابين دجالين. هل قال هذا الله سبحانه وتعالى في كتابه؟ هل قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو قرأت هذه الآية وجاءك نعاس؟ طيب هذا الشيخ سعود الآن جاء النعاس 3 مرات، إيش المشكلة؟ أمر عادي طبيعي، يأتي النعاس، ما الإشكال يا إخواننا؟ قال لا، كيف أقرأ القرآن يأتي النعاس؟
فيقول لو تقرأ هذه الآية كذا، إذا أردت تعرف أن الله يحبك أو لا اصنع كذا. من أين لك هذا؟ ومن أين لكم أن تقول هذا عنده سحر وهذا عنده عين تكشف تعرف الغيب؟ يا أخي أنت أول شيء لا توسوس. الوسواس من من؟ ها أخواننا، ها الوساوس من من؟ وأنت تعبد من؟ تعبد الله سبحانه وتعالى أو توسوس مع الشيطان؟ اترك الوساوس، ما فيك إلا العافية، صحيح ولا لا؟ قال والله أنا تعبان وأظن فيه السحر وفيه كذا. طيب عندما تأخذ الفلوس من البنك تعدها؟ قال والله أعدها ما أوسوس في هللة. كيف ما توسوس؟ قال الفلوس، ما فيك سحر، ما في شيء. يقول وقت تأخذ الفلوس، طيب وقت تصلي؟ قال وقت تصلي ركعتين أظنها سجدة سجدتين وسوس. سبحان الله، هنا ما توسوس وهنا توسوس. جاء رجل للضحاك بن مزاح، قال يا إمام إني أنغمس في اليم، يعني يدخل بكامل في بحر ولا في بركة ولا في سطل ولا في برميل، وأخرج وأرى أن مني شيء لم يصبه الماء، ماذا علي؟ قال أرى والله أعلم أنه لا صلاة عليك، مثلك ما يصلي، امشي. قال ولما تسقط عني الصلاة؟ بأي دليل؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاث، منهم المجنون حتى يفيق. فأرشدوا إلى حل، إما يترك الوساوس أو إيش؟ رفع عنه القلم، إيش تختار؟ تمشي وراء إبليس؟ يا أخي ما فيك إلا العافية. وبعض الناس يقول إنه محسود وبه عين وكذا، وأنت الوحيد في العالم اللي تقرأ مثل الحصري؟ لا، ويعني أنت الوحيد اللي معك سيارة، الشيخ سعود معاه سيارة ما شاء الله، كل الناس عندهم سيارات وعندهم أولاد وعندهم جوال آيفون، يعني ما في إشكال. ليش توسوس إنك أنت مسحور وبك عين والناس تحسدك وكذا؟ لا مانع أنك تأتي بالأذكار، صحيح تتوكل على الله سبحانه وتعالى واترك هذه الوساوس. وقع السحر وتأكد أن به السحر، ماذا يصنع؟ قال حل السحر ينقسم إلى قسمين، مشروع وممنوع. المشروع بالرقية الشرعية بشروط الثلاثة التي ذكرناها، بالأدوية المباحة، شرب العسل، الحجامة مثلا، بالدعاء. حل السحر بسحر، لا يمكن أن يحل السحر بسحر لأنه مخالف للقرآن والسنة وقال الصحابة والسلف والأئمة، وفي تقوية للسحرة وتضعيف للتداوي بالقرآن، وفيه العمل اللجوء إلى الظن وترك اليقين بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن فيه شفاء. وسبحان الله، هل وضع الله سبحانه وتعالى علاج الأمة عند فلان وعلان، هذا اللي يصنع الآن الدكاكين والمحلات للرقية وكذا؟ هل السلف صنعوا هذا؟ كان عند السلف من يضع دكان للرقية والعسل والزيت؟ لا، الأم في بيتها تقرأ على ابنها إيش؟ الفاتحة، عندها رقية الفاتحة، قال وما يدريك أنها رقية. إخواننا التجئ إلى الله سبحانه وتعالى، لا تلتجئ إلى هؤلاء الرقاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير جزاء ولا حساب، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، قال هم الذين إيش؟ لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم. إذا تذهب لهؤلاء أصحاب الدكاكين وكذا، أنا أقول أصحاب الدكاكين أنتم عاد تفهموا، صحيح؟ تذهب إليهم تخرج من 70,000، طب ماذا تصنع؟ اقرأ على نفسك، لا أحفظ القرآن. يا أخي تحفظ الفاتحة؟ نعم، اقرأ الفاتحة على نفسك واقرأ على أولادك والحمد لله رب العالمين ولا توسوس، مفهوم؟ هذا علاج. ثم الساحر الثاني الآن الذي يدعي العلاج، ماذا يصنع لهذا المسحور؟ يصنع له سحر جديد، بدل أن كان لديه سحر وممكن ليس لديه شيء، زاده سحر على سحره. ولا يمكن أن يعالج هذا حتى يتقرب الناشر المنتشر إلى الشيطان فيبطل عمله على المسحور، صح؟ إذن هذا كله، ولا تقتنع بأن حل السحر بالسحر، لا يمكن أن يكون. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى تتعلم الأمة أن تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. والمرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت صبرت ولك الجنة،
هذا ما يتعلق بالسحر. يبقى معنا باب طويل عريض والله قد لا ننتهي منه الليلة، وهو باب التطير التشاؤم. التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم أزمنة وأمكنة. تطير الأصل في الشرك أصغر وقد يصل أكبر، وهذا كثير في الأمم، يتطير يتشاعم، يتطير بأيام بأرقام بلباس بأشخاص، يقول فلان منحوس، فلان شرارة، فلان أعوذ بالله اصطبحنا بفلان. قول أعوذ بالله هنا تطير، ما علاقة هذا بعلم الغيب؟ ما علاقة الطيور بعلم الغيب بسفرك؟ إذا أردت تسافر أو تمضي استخير الله سبحانه وتعالى، أمضي في حاجتك ولا ترجع إلا لسبب شرعي وحسي. أما ترى بومة أكرمكم الله، كلب أو مثلا نهيق حمار أو كذا، ليس له علاقة بسفرك بزواجك. وعلموا الناس أشياء اليوم يعني دخلت في الاستقسام بالأزلام وفي التطير. قالوا تريد تتزوج، خذ وردة وابدأ اقطف منها، تزوجها ما تزوجها، تزوجها ما تزوجها، تزوجها. هذا استقسام بالأزلام. أو حادي بادي عندنا، صحيح، حقرة بقرة، ما علاقة هذه الأشياء بالسفر بالزواج بكذا؟ المسلم لا يتطير، المسلم يتفاءل. يا أخواننا، النبي صلى الله عليه وسلم مات أبوه قبل أن يولد، ثم ماتت الأم، وثم مات الجد، ثم ماتت خديجة رضي الله عنها، مات جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته عليه الصلاة والسلام، إلا فاطمة ماتت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء ظهر العداء من كفار مكة، ثم بعد هذا من المنافقين من اليهود، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم متفائل عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يحب الفأل الحسن والاسم الحسن. ولا نتطير ولا نتشاءم، لأن التطير والتشاؤم حال المشرك والمنافق. قال الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ألا إنما طائرهم عند الله، أي ما يصيب هؤلاء فرعون ومن معه من البلاء، هذا قدر الله سبحانه وتعالى، ولا علاقة لموسى عليه الصلاة والسلام ومن معه، بل الأمر يقتضي خلاف هذا، أن موسى عليه الصلاة والسلام جعله الله سبحانه وتعالى سبب الخير والبركة لندعوهم إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. قد يظن ظان أن هناك تعارض بين هذه الآية والآية الثانية. نعم، قال: